ليلة من ليالي العمر كله بألف ليلة، ليلة واحدة تسوى عندي تسوى عندك ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. مشاهدينا في كل مكان مساء الخير، واهلا بيكم معانا في ليله عمر جديده وعلى طريقه الافراح والليالي الملاح. يتشرف المعد الصحفي حازم الحديدي، المخرج نبيل عبد النعيم، وانا انجي انور بدعوتكم لحضور حفل خطوبه النجم الشاب المحبوب احمد السقا وخطيبته مها. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. أحمد السقا، يعني إيه ليلة عمر بالنسبة لك؟ ليلة عمر هو المعنى التقليدي متعرف ليلة العمر اللي هم الناس بتتجوز والحركات اللي أنت فاهمها دي، بس يعني في ليالي عمر بتبقى حلوة كتير يعني في ليالي ممكن ليلة نجاح، ليلة سفر، ليلة المنتخب القومي كسب ماتش. أحمد، رغم إن عمرك لا يتجاوز 25 سنة إلا إن في ليلة عمر مش ممكن تنساها أبداً، عارفها؟ والله اخر ليله اللي يعني اللي حاضره زي دلوقتي اليوم اللي انا خطبت فيه دي ليله كانت لطيفه يعني. وفي ليله لما انا قبلت في معهد فنون مسرحيه كنت مبسوط قوي، وفي ليله ما رزقت باول مولوده ليا. اول مولوده دي ذهب مهره حصان يعني مخك مرش بعيد عشان نضع النقاط على الحروف. لا يعني اول مهره اتولدت عندي دي كنت سعيد جدا. وفي ليله لما اتعادلنا مع هولندا كاس عالم 90 مبسوط قوي. وفي لا في حاجات كتيره جدا. وفي ليله لما رجعت من السفر وكان يعني انا مسافر من مصر محدش يعرفني، يعني محدش يعرفني غير ابويا وامي، وراجع لقيت الحمد لله يعني كنت قعدت شهر بره وشهر ونص تقريبا، ورجعت لقيت الدنيا متغيره. كنت سافرت في رمضان كان تزامن سفري مع عرض مسلسلي نصف الربيع الاخر ومسلسل رومانيا الذي احب فاطمه، اتعرضوا يعني الحمد لله من حسن توفيق ربنا ان اتعرضوا في شهر واحد شهر رمضان يعني، اتعرض نص اولين اتعرض نص تاني. فانا طالع من المطار محدش بيقول لي مع السلامه حتى يعني، راجع لقيت الاستقبال مختلف. فدي قعدت يعني كده يعني قعدت مش مظنون حوالي 3 4 ايام مش فاهم ايه اللي بيحصل في الدنيا يعني. يا سقا ده جميل جدا وهنتكلم عليه بعد كده، بس هنبتدي دلوقتي بالليله اللي خطبت فيها مها، ايه رايك؟ ومال انا هخاف؟ اتفقنا؟ نبتدي؟ نبتدي. طيب احمد، خطوبتك من مها جت في وقتها المظبوط ولا كان بدري عليها شويه؟ لا اطلاقا، انا شايف ان الموضوع ده موضوع مش بقى شر لابد منه زي ما بيقولوا، لا بالعكس دي حاجه جميله جدا. نص الدين الواحد بيعمل عيله بيعمل مستقبل، بالذات لما الاقي بني ادم يرتاح لها او يعني الكائن الحي يلاقي كائن اخر يرتاح له. فانا اول ما توافقت الكيمياء النفسيه اللي بيني وبينها ولقيتها هي بني ادم تناسبني جدا والحمد لله، انا العكس صحيح يعني، وانا مناسبها وفي الحب والاحترام المتبادل
على طول يعني دخلت الباب من البيت من البيت من بابه البيت من بابه. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة طب نرجع شوية قبل ما تخش البيت من بابه، هل انت كنت ماشي في طريقة كده وشفتها فجأة فقررت انك تتجوز وما كانتش فكرة الجواز في بالك، ولا انت كنت اصلا مش مجنون يعني همشي في كان زماني اتجوزت 40 مرة لو ماشي في الطريقة لا واحدة يعني انت كنت مقرر انك تتجوز ولقيتها هي صاحبة النصيب؟ لا انا مش مقرر، انا كنت ابعد ما اكون عن حكاية الجواز ده على فكرة، لان انا ما زي الزيبة صعب ان حد يلاقيني، يعني حتى الايام اللي ما عنديش فيها شغل ما حدش يعرف يلاقيني خالص. بتروح فين يعني؟ ما اعرفش، بجري بقى تلاقيني يا اما مع اصحابي يا اما مسافر يا اما بركب خيل يا اما بلعب، يعني ما احبش القعده اللي هي اللي انا مش بيتوتي النزعه يعني، دلوقتي بقيت يعني بحب البيت وكده. اول بعد الخطوبه بقى الخطوبه حبيت البيت بقى، الواحد اللي هو عايز يعمل فيها مسن يعني فاهم، اللي هو قاعد في البيت وراسي كده وراكز ويعني تفهم الحاجات دي بتبقى عامله ازاي. فانا بتقول ايه؟ فهو الحمد لله كنا يعني اتعرفنا على بعض، ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقولي حصل التوافق، فحصل التوافق فانا ما طولتش، رفعت السماء قالوا مساء الخير حضرتك انا عايز اتجوز بنتك، اصلا طريق بين نقطتين الخط المستقيم بالظبط. فقال لي طب مين؟ انا اسمي كذا كذا كذا. قال لي انا محمد. طب تعالى المكتب، رحنا قعدنا في المكتب اسبوع قرينا فاتحه شهر لبسنا شبكه. طب بس عايزين ايه 3 متر ورا كده عشان المدني ده يعمل حاجه خطر. انا حافظ ان شاء الله باذن الله 15/7 هتشوفوا فيلم لاخويا المجد الفنان الكوميدي الاستاذ محمد هنيدي اسمه صعيدي في الجامعه الامريكيه. بيستغل الفرح في الدعايه. الفيلم ده هو مغني فيه اغنيه حلوه قوي هيسمعها لنا وهحصلها مفاجاه بقى. لا هو احمد فاهم غلط، الاغنيه لازم يبقى يا ابني والله ما ينفع يا عريس يا صغير ايه المنور مش ينفع حد يغنيها لازم حد وراه ما يجي بقيه الناس.
بيج سعيد حامد. كاتش كادر في الالولو بلادي يا وحب الولو كمان نانا كادر في الالولو كمان نانا اليوم الفاصل اللي اخترته علشان تاخد فيه قرار الخطوبة كانت 15 رمضان اللي فات. 15 رمضان اللي فات كنت بصور زيزينيا وكنت في استوديو مدينة السينما وكنت بكلمها. كان كنت سهران يعني متأخر وكده, فكلنا بنصحى بقى نصلي الفجر ومش عارف. انا صاحي طبعا اوريدي, فعملت لها تليفون اخبار, فقلت لها بابا صاحي انا نايم. فقالت لي صاحي, فقلت لها طب ممكن اكلمه؟ اتجننت قلت لها بس تقول يعني عادي مش بس في حد عايز اكلمه. فكلمت مساء الخير مساء النور الحكايه والروايه وكده. فهو الراجل جاله ذهول طبعا, يعني واحد بيتكلم عايز ياخد بيت الساعه 4 ونص الصبح, بس الحمد لله يعني. طب يوم خطوبه ما هو لازم عارفه الحاجات دي عايزه خطفه. يعني انت شايف التكنيك بتاعك الخطف يعني؟ الايد السابقه زي ما بيقولوا يعني, عارفه اللي هو ايه, لازم عارفه ما تديش فرصه لقدامك يفكر يعني. يعني لازم احتمال لو كنت رحت له بعد الفطار او كده كان فايق بقى وبتاع كان غرق يعني. يعني انت هست الفرصه قبل الفطار؟ لا ده انا بعد ما اصلي الفجر صايم بقى. هو مش هينفع ياخد ويدي كتير بقى, اه عشان صيام هيقول لي حاجه فالصيام يروح فمش هينفع. فانا يعني اخترت توقيت مناسب, توقيت مبروك الحمد لله. Thank you.
احمد السقا ليله العمر اللي بتحلم بيها وبتتمنى انك تعيشها؟ هو في حاجات كتير انا يعني بامل فيها ان شاء الله، بس في حاجه على مستوى شغلي، على مستوى حياتي، ان الواحد يتجوز يبقى ليه بيت ويبقى ليه ولاد. انا بس بحب العيال الصغيره جدا، بحب الاطفال قوي، دي حاجه يعني. على مستوى الشغل امنية حياتي ان يعني يجي يوم ابقى طالع فيه استلم جايزه عن دور معين يليها على طول، بقى يجي يوم اشوف لينا فيلم مصري بياخد جايزه عالميه، فيلم او ممثل مصري واتيفر بقى بيمثل هنا بيمثل في امريكا بياخد حاجه زي الاوسكار مثلا. بحلم ويا حلالي، بحلم ويا حلالي، بحلم ولا بالي ايه اللي هيحصل ايه. راضي راضي انا بحالي، راضي بعيش حالي من غير ما افكر فيه. بحلم ويا حلالي، بحلم ولا بالي قربت منهم اشتري عناب خدوده سكري، قربت منهم اشتري عناب خدوده حلو ياني، قربت منه لمساني عناب خدوده حلو ياني، قربت منه لمساني وبعدت عنه ام نداني ورجعت لي مغرم صبابة يا زماني والحلو يابا ما عجباني، مغرم صبابة يا زماني والحلو يابا ما عجباني، ما عطشت تاني لما جاني مادت ايدي. ان شاء الله تحقق كل امانيك، واحنا بنشكرك ونتمنى ان كل حياتك تبقى مليئه بليالي العمر الجميله. الله يخليك يا رب، انا اللي بشكر حضرتك وكل سنه وانتم طيبين. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. مشاهدينا في كل مكان، ان شاء الله باذن الله كل ليالينا ولياليكوا هتبقى ليله عمر، وعلى وعد بلقاء وليله عمر جديد. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة.